الفترة الأخيرة بعد ما الفريق قرب خلاص اللي هو يكون في المركز الرابع، اتكلمت عن إن في ظلم إن الأسماء والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية إن يتم إرسالها دون العودة للأندية. إيه اللي حصل؟ هو هل فعلا اتحاد الكورة ما بعتش خطابات للأندية إن الأهلي والزمالك ومن الواضح إن اتحاد الكورة بعت بدري. وده أعتقد إنه قتل الطموح لكل الأندية اللي بتنافس على اللائحة، محتاجة إن هي إعادة نظر بشكل كويس جدا. الكلام بيقول لو الدوري اتلغى، لو الدوري اتلغى، لكن الدوري ما اتلغاش، فانت لازم تفضل تدي امل لكل الانديه المنافسه. والدور الثاني انت شايف النهارده في تقلبات كبيره جدا جدا، عمرك ما كنت تتوقع ان طلع الجيش وينافس على المركز الرابع. دي حقيقه. انا بشايف ان استعجال في بعت الاسامي المشاركه في افريقيا بيقتل الطموح عند الفريق. ارجو المراعاه دي في المستقبل، ان كل فريق عنده طموح ان هو يمثل مصر في بطولات الافريقيه. طب انت من وجهه نظرك كانت يتم ارسال القائمه على الدور الاول زي ما هم ارسلوا، ولا كان في اخر ماتش للفرقه؟ عمر ما دور اول بيحكم على مستوى فرق، لان بقول لك ان الدور الاول شيء والدور الثاني شيء. في فرق الدور الثاني حصل لها طفره، اللي منها كان طلع الجيش يعني، حصل لها طفره وفي تقلبات كبيره جدا، فانت ما تقتلش الطموح بدري. انا طبعا عاذر لان طبعا الموسم ممتد ل 30/8 وانت محتاج في تاريخ تبعت فيه الاسامي، محتاج فيه ده. كان 31/7 بالظبط كده، فانت محتاج. انت شايف يبعتوا في 31/7؟ لا، هو المفترض الاخر عشان تقدر تدي كواليتي الجدول للمنافسه، تفضل منافسه مستمره للاخر. لو المنافسه مستمره هتلاقي فيه التشوق وتنافس بين الانديه بشكل كويس جدا. بعد مشاركه مهند لشين في بطوله كاس العرب وبعدين مع المنتخب في امم افريقيا، كان في تقارير صحفيه واخبار كثيره ان مهند لاشين خلاص في نادي الزمالك. فجاه بدون مقدمات مهند لاشين اصبح لاعبا في نادي فيوتشر. ايه اللي حصل؟ مفيش، تم بيع مهند لاشين لاداره فيوتشر، وكان الكلام ده الموضوع مفتوح في يناير لما كان مهند في انتقالات يناير في المنتخب، وتم تاجيلها بشكل كبير جدا، وخلاص تم حسم الموضوع ان مهند يقدر يمشي ويتحرك ويروح لاداره فيوتشر، واداره فيوتشر عادت خلصت الموضوع بشكل كويس وبشكل رسمي. تمام. طب بالنسبه للكابتن طارق العشري مع مهند لاشين، كنت تفضل ان هو يروح فيوتشر ولا نادي الزمالك؟ لا، انا كنت افضل ان هو يبقى معايا. يبقى معايا. انا لسه بكلمك بان انت عاوز تحافظ على قوامك الرئيسي. بس مهند لاشين ما اتكلمش معاك، اسالك انت شايف الافضل ليا ايه؟ هو اتكلم معايا بشكل كبير جدا، قلت له الاولويه عندنا، وانا كان عندي امل كبير جدا في المحافظه على مهند صراحه يعني. تم الاستعجال في بيعه، لكن خلينا نتكلم على صعيد ان احنا بنكون فريق محتاجين ان يستمر، فعشان يستمر لابد انك تحافظ على قوامك الرئيسي، ومهند من القوام الرئيسي اللي تقدر تعتمد عليه بشكل كبير جدا. لكن خلاص انا اعتقد الموضوع انتهى وخلاص الموضوع ده. مهند مفيش شك لما جه سألني على الانتقال كان الكلام مش على فيوتشر خالص، كان الكلام بين الأهلي وبين الزمالك. تمام. فأنا قلت له أنت لابد تقعد مع نفسك تختار المكان اللي أنت هتلعب فيه، لأنه ممكن يروح مكان ملعبش. ليه؟ كسرة اللاعبين اللي متواجدين فيه. فين المكان اللي أنت تقدر تلعب فيه عشان تحافظ على مكانك في المنتخب وأنك تستمر باللعب؟ اللاعب كيانه في اللعب، عدم لعبه طبعا بيأخره بشكل كبير جدا، وشفنا لعيبه كتير جدا خدت فلوس كتير لكن في الاخر اتأخرت في المستوى واتضرت في مستواها بشكل كبير جدا. فكون هو اختار في فيوتشر خلاص، هي دي حريه شخصيه بتاعته، هو يختار المكان اللي يقدر يرتاح فيه.